قبل 67 عاماً اتخذ جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه قراراً تطلب شجاعة منه ومن الأردنيين، تمثل بتعريب قيادة الجيش العربي. هذا القرار استذكره اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في ذكرى التعريب، إذ أكد أن استذكار هذا المنعطف الوطني يشكل فرصة لتجديد العزم صوب استكمال مسيرة التحديث ومواجهة التحديات. وحيا جهود ضباط وضباط صف وأفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية في جميع مواقعهم، معربا عن اعتزازه بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وإنجازاته. ولدى وصوله القيادة العامة للقوات المسلحة أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملك قبل أن يستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.